في الغربة حكايات. بالغربة حكايات. في الغربة لنا بونص. في الغربة حكايات. أنا أصلاً من جنوب السودان، بس اتولدت في الشمال في أمدرمان. كنت عندي 18 سنة جاية من السودان لمصر. ما كنتش مبسوطة لأنه ده بلد جديدة، اضطريت إنه أجي لأنه الأهل كانوا جايين هنا، صحابي كلهم في السودان، عندي في السودان كنت بروح الكنيسة وعندي مؤتمرات بروح فيها. بحب قصة يوسف، في فرق هنا، هو اترفض وهو أهله باعوه وأنا اللي جيت هنا مع أهلي. بس اللي بيشجعني قوي إنه هو نجح وسط الصعوبات، هو نجح ليه؟ لأنه كان ربنا معه. كنت جاي من السودان امتحنت ثانوي، حلمي انه انا لازم اخش الجامعه وادرس والحاجات دي، فلما دخلت كان حلمي كبير بالنسبه لي. كان صعب برضه لانه ما كانش في سودانيين كتير في الجامعه زي دلوقتي، كان الناس قليله برضه، كان المصريين كتيره برضه، الواحد بيحس انه هو غريب ساعات. في الاول انا لسه جايه من السودان اكون ماشيه في الشارع ساعات، انت تلاقي حد مثلا يضايقك، يعني لا شفتوش قبل كده لا تعرف اسمه لا يعرف اسمك، فجاه يشتمك، انت في الحته دي بتتضايق. المسيح ما بيفرقش، لأنه هو إحنا اتخلقنا على صورته ومن كل لون ومن كل بشر، بس بني آدم بطبيعته هو اللي بيحاول يعمل الحاجات دي، بس ده مش شكل ربنا خالص أو من تفكير ابن ربنا يفرق. في آية في يشوع 15-19 بيقول أعطيني بركة، كل ما أحس بصعوبة برجع للآية دي أقراها وأتعمل فيها. في آية تانية بيقول إنه الله لا يعطينا روح الفشل بل روح المحبة والنصر. الاثنين الآية دول بيأثروا فيا جدا. ليه؟ لأنه أنت في وسط الصعوبات أنت بتعرف إنه ربنا، أنت بنت ربنا مثلا، أكيد مش هتفشل، عشان إيه؟ ربنا ما بديش روح الفشل وبدي دايما روح النجاح. فالصعوبات اللي بتواجه ناس في الغربة كتيرة جداً، التي ممكن تواجه الصعوبات مادية، دي أكتر حاجة بتواجه الناس طبعاً. كون إنك تدرسي ومنديكيش شغل ثابت، تروحي تشتغلي النهاردة وبكرة لأ وبعده كده، دي في حد ذاتها تحدي، بس بنعمة ربنا الواحد قدر إنه يطلع من التحديات دي. كنت ماشية في المترو ماشية ناحية الكنيسة، فلقيت عيال سودانيين صغيرين في المترو الناحية الثانية ده في كوبري أوبا، يعني هم عاملين خناقة وكل الناس في الشارع لمد عليها وبتضربهم. نزلت من المترو سبت مشواري ونزلت من الناحية الثانية ومشيت، وداخلة ما كنتش خايفة لأنه أنا قلت دول عيال صغيرين إزاي يحصل زي كده، ودخلت في وسطيهم وأخذت العيال وروحنا. طبعاً حلمي من أول بدأ من 2008، كنت لما بكون ماشي في الشارع أشوف العيال مثلاً عادة في الشارع تتخنق مع بعض، أنا كنت بسأل نفسي ليه العيال دي اللي بعملوا كده وإيه الأسباب اللي بيخلي تعمل كده. لو راجعتي بتلاقي إنه في أسباب بتخلي العيال تمشي الشارع، اللي هي مثلاً الأم جات من السودان أو من جنوب السودان أو من أي دولة، بيبقى معهمش آباء، بيبقى الست هي اللي وحدها جات، ممكن جوزها اتقتل، ممكن أسرة مفقود كده. فلما تيجي هنا مصر مثلا، تنزل مصر فالعيال عايزين ياكلوا عايزين يشربوا، في الحاجات دي كلها من فين؟ فهي لازم تنزل الشغل، فهي لما تنزل الشغل تسيب العيال لوحدها وتيجي في ساعات متاخر، ما تعرفش العيال عملوا ايه ولا فعلوا ايه ولا تركوا ايه. دي النتائج اللي خلت عيال، ممكن الاغلبيه معظم عيال الجنوبيين ممكن يكونوا في الشوارع بالطريقه اللي هم موجودين فيها دي. دي من ضمن الأسباب، لأنه ما فيش رعاية، ما فيش مراقبة في الأسر. فبس أنا ما عرفش أعمل حاجة في ساعتها، بس كنت بقدمه إنه مثلاً لا اثنين ثلاثة أتكلم معهم. الموضوع كبر وخلاص بقى يشغل بالي. وفي الكنيسة في شباب، لما أكون قاعدة في الكنيسة شباب ممكن تيجي تقعد برا مش عايزة تخش الكنيسة،
فأنا بقول للشباب ده ليه بنعمل استقطاب للشباب ده لأنه هم يخشوا الكنيسة ويقبلوا ربنا وكده. وفعلا في جزء منهم دخلت الكنيسة وقبلت ربنا وبقى تصلي. وبعد كده كل واحد بقى يجيب صاحبه كل واحد بقى يجيب صاحبه والموضوع كبر. قلت لهم طيب دلوقتي إحنا جبلنا ربنا عايزين نعمل حاجة حلوة، عايزين نعمل جماعية ونسميها أساس المستقبل. فعلا الفكرة عجبتهم، الموضوع بقى كبير والموضوع بقى حلو قوي والناس اتغيرت وفي منهم راحت الشغل اشتغل فحياتهم اتغيرت جدا جدا. يعني عايزين ننزل الشارع بقى نلم اللي هم الأطفال بتاعتنا اللي هم في الشوارع اللي هم الصغيرين دول. برضو رحبوا بالفكرة، كانوا بينزلوا معايا برضو بنكلم العيال، وفي عيال منهم رجعة البيت وفي باقي لسه. فالهدف من الجماعية إنه إحنا لازم نوعي الأطفال اللي هم في الشوارع إنه اللي هم فقدوا الأمل في الحياة إنه لسه في قدامك أمل. بنقول لهم أنتوا مستقبل الجنوب، طول ما أنت طيب أنت جيت من بلد لبلد عشان أنت تيجي مثلا تعمل كده، لا عشان أنت ترجع بلدك وأنت هعمل معك حاجة كويسة. الخدمة دي هي في الكنيسة الإنجيلية وعملتها للأطفال السودانيين. دي كان 3 مرات في الأسبوع، كان في يوم للصلاة، في يوم للصوم والصلاة، وفي يوم هي للترانيم والدراسة الكتاب المقدس، وفي يوم اللي هي يوم الجمعة دي كان بينزلوا بيلعبوا فيها كورة. فكان في تغيير، طبعا كان في تغيير. هم ليه حسوا بأنه بقى مشغولين بحاجة فبقى مستنين يوم 3 أيام في الأسبوع ده عشان هم ينزلوا يعملوا حاجة. حتى الاهل بيشهدوا انه في تغيير حصل، لانه هو مثلا عيل كان ما بيباتش في البيت بقى يقعد في البيت، دي تغيير في حد ذاتها. ما كانش بيصلي بقى يقوم الصبح يصلي، ده تغيير برضو. وانت في الغربه هنا انت مش صدفه انك انت في الغربه، اكيد ربنا جابك هنا في هدف انت جاي تعمله. لو انت جيت في غربه ما تعرفش انك انت جاي عشان ايه، اسأل من ربنا أنا في غربة أنت جبتني ليه، هو هيقول لك. في الغربة حياتي.